السلام عليكم ورحمة الله. هبدأ مع حضراتكم فيديو بعنوان كيفية التعامل مع مشروع التخرج. معظمنا داخل على الأيام القادمة هيبدأ مشروع التخرج للترم الثاني بكالوريوس كلية الهندسة. عملت فيديوهات متخصصة، كل فيديو بيشرح انت مختار مشروع ايه وازاي البرامج اللي انت محتاجها وال الكورسات اللي انت محتاج تدرسها وي عملت لكل مشروع فيديو خاص بيه. طيب زي مثلا انا دخلت مشروع خرسانة او مشروع اساسات، وليكن ده مشروع فردي اللي هو الخرسانة ومشروع اساسات مشروع جماعي، وقلت في كل فيديو المشروع ده فردي ولا جماعي. طيب بدأنا نفكر داخل على مشروع التخرج والترم التاني، في كليات 4 مواد زائد مشروع التخرج، وفي كليات 5 مواد زائد مشروع تخرج. طيب مشروع التخرج اللي ب 250 درجة، يعني تقريبا بمادتين، هل هياخد وقت من مادتين والوقت الباقي هيبقى للمواد التانية؟ طيب هل مشروع التخرج ده هذاكره يوم في الأسبوع ولا يومين في الأسبوع ولا ساعة كل يوم؟ طب هل مشروع التخرج ده الوقت بياخد 50% من الوقت ولا 30% من الوقت بناء على عدد أو الدرجات بتاعته، ولا بياخد وقت قد ايه؟ طيب مشروع التخرج ده هبدأ فيه ازاي؟ طب مشروع التخرج ده انا ما اقعد مع الدكتور هيشرح على سبورة ولا كل دي اسئلة اكيد انت فكرت فيها. وانت بتفكر في الاسئلة دي بتيجي في دماغك الصورة دي على طول، اللي هي انا استحمل علشان اتخرج، وبعد ما اتخرج مش هقول لك حاجة، يعني براحتك احلم زي ما انت عايز، الواقع غير، تمام؟ لكن خلينا اكشلي الحال بتاع طالب الهندسة في بكالوريوس اثناء المشروع. بص، صاحبك اللي انت تعرفه اخر صورة كنت معاه فيها في الامتحانات هي دي الصورة اللي تحتفظ بيها، لكن صاحبك لما تشوفه كده مثلا في الترم التاني عادي، صاحبك لما تلاقيه ماشي عادي، أي رد فعل منك أو من صاحبك هو لا يمثلك ولا يمثل صاحبك، هو يمثل الفترة اللي هي ال4 شهور بتاع مشروع التخرج. ده الحال بتاعك، يعني هتبقى ماشي أرفع من نفسك؟ ده المعظم يعني، والله لو دخلت مشروع إيه أيا كان المشروع أرفع من نفسك، قرفان من كل اللي حواليك، قرفان من زمايلك، قرفان من معيدين، قرفان من مواصلات، قرفان من الدنيا عادي، ومش قرفان اللي هو بتزعق، انت خلاص مهدود مفيش حاجة، ما هتحس ان انت عادي، يعني دق يا دنيا اعملي اللي انت عايزاه، هتحس بلا مبالاة داخلية كده، وانت زي ما انت شايف يعني ماشي بطريقة سهلة، مش هتحس بأي حاجة. طيب يا باشمهندس، عايزين بقى نتكلم بجد، ايه اول حاجة؟ اول حاجة روح الفريق، لازم تعمل او تشتغل مع تيم ورك قوي، حتى لو مشروع فردي لازم تبقى فيه 2 3، كل واحد ليه مشروع شغال بيه، بتبدأوا تذاكروا مع بعض، تبدأوا تلخصوا لبعض، تبدأ تعملوا editing لبعض، تعديل ده الدكتور قال كذا، طب انا الدكتور ده عدل لي كذا، طب التعديل ده عندك او انت تستفيد بيه. طبعا برضو كل اللي بقوله ده اي كلام، روح التعاون موجودة في اللي انت ازاي تكون عندك تسامح مع النفس وتسامح مع الاخرين. لو هنتكلم مثلا على الجروب الفردي او الجروب الجماعي، الجروب الجماعي الخناقات هتحصل واللاب هيتكسر، يعني هيتكسر لو عملت ايه هيتكسر، تمام؟ السكريبت او بنسميها النوتة الحسابية اللي انت هتكتب فيها هتتقطع وهتترمي، ربنا يمسيه بالخير، يعني بعد شغل تقريبا اسبوع في نوتة حسابية اتخانقنا مع بعض في المشروع فالنوتة اتقطعت 100 حتة وشغل اسبوع راح يعني. ف الخناقات هتحصل، اهم حاجة تبقى عندك قابلية ان الخناقة دي مش لكره شخصك الكريم، ولكن هو للضغط اللي انت هتشوفه خلال ال4 شهور دول، الضغط اللي انت هتشوفه خلال ال4 شهور دول. طيب
سيبك طبعا من الصورة دي، ما يعني ما تزعلش، مش ده الكونسبت. تعال نخش بجد على الشرح. أول حاجة تظبيط الشغل، وكلنا عارفين المقولة اللي بتقول تظبيط الشغل أهم 1000 مرة من الشغل نفسه. إيه تظبيط الشغل ده؟ يعني حبيب قلبي ركز معايا، تظبيط الشغل يعني في البداية أنت بتفتح فايل على الجهاز بتاعك بتسميه ها المشروع، وتخش المشروع تقعد مع الدكتور في المحاضرة التعريفية، ولكن هقول لك احنا عندنا 3 وحدات، الوحدة الأولى منشأ سكني، زي مثلا الوحدة الثانية هاي رايز بيلدينج، الوحدة الثالثة نفق أو كوبري، تمام كده؟ فأنت بتعمل 3 فايلات، كل وحدة في فايل، وتيجي عند الوحدة الأولى. ركز بقى في الحتة الجاية دي، ركز بجد علشان تعرف تظبط شغلك، صدقني ده أهم من اللي أنت تقعد تحفظ وتذاكر. المذاكرة والحفظ ده حاجة أساسية، لكن تظبيط الشغل ده اللي هيخليك هادي وعندك كم معلومات، وهتقدر تستفيد بالمشروع فيما بعد التخرج كمان. طيب ادي الوحدة الأولى، تخش على الفايل اللي عملت فيه الوحدة الأولى اللي هو المنشأ السكني، تعمل لي فايل خاص بالأوتوكاد، ده هترمي فيه كل وحدات الأوتوكاد، سوري كل رسومات الأوتوكاد. طيب وتعمل لي فايل تاني ها للإكسل أو شيت إكسل، تعمل لي فايل تالت للوورد، فايل رابع للباوربوينت، مش انت هتعرض للدكتور باوربوينت. طيب فايل خامس، وليكن اهو نيو فولدر، هعمل مثلا لو انت هتشتغل على برنامج الساب، فاهم؟ وهكذا تبدأ ده كله في الايه، اعمل باك سبيس، ده كله جوه فايل مشروع في الوحدة الاولى، وهكذا في الوحدة الثانية، وهكذا في الوحدة الثالثة. طب هل بس كده؟ لا يا حبيبي، اما تيجي في الوورد او في الساب او في الاوتوكاد، وليكن اوتوكاد، حلو كده، انا دخلت على الوحده الاولى في المشروع، على الوحده الاولى على الفايل بتاع الاوتوكاد، خش على الفايل الاوتوكاد، حلو، انت عندك شغل في شهر 2، وشغل في شهر ها 3، وشغل في شهر 4، وشغل في شهر 5، يبقى تقوم جاي هنا تعمل نيو تاني، ها شهر ايه مثلا؟ فبراير. اعمل نيو تاني مثلا لشهر مارس. وعلى فكرة الكلام ده مش في ال مش في الاوتوكاد بس، لا وفي الاكسل وفي الساب، ومش في الوحدة الاولى بس، لا ما تخش الوحدة تانية، اللي بتعمل ده هيتعمل في كله. ولكن انا باخد لك فور اكزامبل بس، مثلا هنخش في شهر مارس، يبقى انت اما تيجي تبحث انت وزمايلك، فاكر يا دي الرسمة بتاعت كذا كذا، ده بتاع الوحدة الأولى؟ أو عامل إيه؟ أو مدخل على الوحدة الأولى، رسم أنت بتتكلم على الأوتوكاد؟ كانت في مارس؟ أهو أخش، وأخش بقى ترمي الرسمة؟ لا، رسومات، تعمل فايل بقى رسومات البلاطة، رسومات أو ده الخاص اللوحة بتاع البلاطات، دي اللوحة بتاع الأعمدة، دي اللوحة بتاع قص الأعمدة، وهكذا. يبقى أول حاجة عندي، أول حاجة في تظبيط الشغل، تعمل فايل خاص بكل وحده، وكل وحده تخش تعمل اوتوكاد او طبعا انت لو اداره بقى بريمافيرا، لو مايا سور جيمس ووتر جيمس، وهكذا اوتوكاد سوري اوتوكاد وساب وورد واكسل وباوربوينت، وتخش مثلا الاوتوكاد تعمل شغل شهر فبراير مارس ابريل مايو، وتحط كل معلومه. طيب هل بس كده؟ لا، بص بقى، علشان صدقني والله 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 انا بقول لك حاجات انا وقعت فيها اخطاء، يعني مش بكلمك اللي هو كلام يعني نظري، لا انا، ومش بقول لك انا عملت كده فاعمل زيي، لا يعني بالعكس، انا كان نفسي حد يعمل معايا اللي انا بعمله معاك. انا يعني اعوذ بالله، انا احنا كمجموعة عانينا شوية او عانينا كتير، كنا الشغل ما بنلاقوهوش، كنا بنسمي الشغل مثلا فاينل، وتيجي الفولدر اللي بعد كده ده فاينل 1، ويجي ما هو الدكتور، اصل انت فاكر الدكتور هيطبطب عليك، ولا انت مهما كنت شاطر طلعت لوحه فالدكتور هيقول لك برافو يا حبيبي، ايه الحلاوه دي؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، لازم تطلع اخطاء، وافرح اما اللوحه تطلع لك فيها اخطاء، يجي فاينل 2 فاينل 3 فاينل، ايه ده يا حبيبي؟ هتقعد تكتب كده؟ لا، تيجي لو انت بقى شاطر اهو، بتيجي مثلا في الاوتوكاد
وفي شهر مثلا مارس وهكذا. ابريل مثلا مارس ده كان فيه تعديلين، يبقى ده التعديل الاول في مارس وده التعديل الثاني، يبقى عامل فايل كده وتقوم كاتب ايه، ها التعديل الاول، وتكتب التعديل الثاني، ونصيحة تكتب التاريخ بتاع التعديل علشان كمان جوه في الخرطوشة بتاع اللوحة تكتب التاريخ بتاع التعديل، فتكتب التعديل. طيب في فايل كمان مهم جدا صدقني يعني هتدعي لي فيه، ايه الفايل ده؟ حاجة اسمها فويس. طيب الفويس عايز تسميه اوديو بقى وتعمل فيديو براحتك. طيب الاوديو او الفويس ده ايه؟ ده كل كلمة الدكتور يقولها سجلها، اسمع اللي بقولك عليه، كل كلمة الدكتور يقولها سجلها، مش هقولك سجلها علشان تيجي وتشوف وتذاكر، ده انت ماشي ده صح وبص تحت رجلك، بس انا مش بقولك عشان كده، انا بكلمك فيما بعد. معظم الدكاترة بتبقى دكاترة عالية وليها شغل بره، انت لما تيجي تخرج دي بتبقى معلومات من ذهب، ممكن الدكتور يقول لك كلمة بسيطة تفتح لك مجال بحث رهيب، فسجل كل كلمة صدقني، سجل كل كلمة تمام، هتستفيد بيها بعد التخرج كمان لو هتشتغل في المجال اللي انت مختار المشروع على اساسه. طيب يبقى كده احنا عرفنا نعمل عملية ها ايه تظبيط الشغل. يبقى اول حاجه عملت تظبيط الشغل، اللي هو الكلام ده بتعمله في اول اسبوع اما بتعرف المحتوى، بتعرف كام وحده وبتعرف والكلام ده، يبقى لازم ليك فايل خاص. طب تاني حاجه الكسل، بص هقول لك كلمه برضو خدها نصيحه وقعنا فيها، كنا نيجي مره نقوم ضاغطين نفسنا ونسهر للفجر، ومره تانية مش مره تانية واليوم اللي بعدها نبقى قاعدين في كآبه جديده، ليه؟ مش قادرين نشتغل، ملينا من الشغل وملينا من المذاكره. عايز اقول لك نيجي اليومين بعدها مش قادرين نذاكر وحاسين برضو، انت عارف حاسس ان انت وراك هم وحاسس ان انت يعني مش قادر تعمل حاجة ومتنح كده زي ما قلنا في اول الفيديو، حاسس ان انت متنح ومش قادر تعمل حاجة، وما تقوليش هذاك، بص في مواد اللي جنب المشروع دي مش هتشوفها ولا هتذاكرها غير في الاسبوع اللي قبل الميد تيرم والاسبوع او الايام بتاعتها اللي قبل الفاينل، غير كده ما تقعدش تحلم عشان كان غيرك اشطر. بس يا ريت يا ريت يا ريت المواد دي تحضر محاضرات، اسمع اللي بقول لك عليه، تحضر محاضرات وتحاول تبيض المحاضره او تحاول تجمعها وتقراها بس نص ساعه اول ما تروح، عشان مش هتلاقي وقت ليها تاني غير في المذاكره اللي قبل الامتحان. طيب الكسل فيه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، مش شطاره قوي اللي انت تقعد 50 ساعة في يوم وتيجي اليومين التانيين تقف، عارف لو بعدت على المشروع 3 4 ايام المشروع بيغير جدا، بيغير جدا جدا جدا، اول ما ترجع له هيقول لك طب مش هخليك تفتكر اي حاجة، هتبقى راجع اكنك ضيف. لازم تشتغل في المشروع يومين حتى لو مشروعك انت شايفه اسهل منه مفيش، لازم تشتغل في المشروع يومين. وعلى حسب، مثلا هنشتغل 7 ساعات في الأسبوع يبقى كل يوم ساعة، هشتغل 20 ساعة في الأسبوع يبقى كل يوم ساعتين ونص ل3 ساعات، لو هشتغل 50 ساعة في الأسبوع يبقى كل يوم من 7 ساعات ل7 ساعات ونص، فاهم؟ اقسم احتياج المشروع يوميا، لازم يبقى ليك ورد يومي زي ورد القرآن كده، لازم يبقى ليك ورد في المشروع، لازم تشتغل. زهقت من لوحات اوتوكاد اعمل ديزاين مانوال، زهقت اعمل على البرامج، زهقت اعمل باوربوينت، زهقت اشتغل في الوورد، نوع، ما زهقت من حاجة نوع في الحاجة التانية، بس ما تسيبش المشروع، اوعى تكسل في المشروع. طيب النقطة الثالثة اللي كاتبها الفاشل اللي ما يسألش، بص خليه غلس بس غلس بذكاء، مش الدكتور يقول حاجة من مسلماته أو حاجة أنت مذاكرها أنا مش فاهم دي، لأ لو حاجة أنت حاسس أنت مقصر فيها بينك وبين نفسك لأ أما أروح أذاكرها، لكن مثلا سؤال الدكتور قال لفظ أو قال حاجة وأنت محدش سأل، أوعى تفتكر إن أنت قاعد مع عباقرة، لأ عادي ما سألش، 99% مننا ما كانوش بيسألوا، وانا كنت واحد من الناس دي اللي انا ما اسألش، لا يا عم انا ما اسألش يقولوا عليا فاشل، اما جيت اتخرجت انت تعمل كذا وكذا وكذا، ربنا ما يسيب الخير للبشمهندس اللي علمني بجد في الموقع،
هتعمل كذا وكذا وكذا. ما ينفعش اقول ماشي وامشي، ما انا اللي هروح السينما يا حبيبي. فكنت اقول له ازاي كده؟ يقول لي ايه؟ اما انا ما سالتش، معلش استحمل بال، انت تصغر شويه بعد التخرج، ما انت كان عندك تكبر في العلم اللي انت ما سالتش في الوقت المفروض تسال فيه. اسال في كل صغيره وكبيره، علشان بعد كده بتترمي قدام الشغل. ما فيش حاجه اسمها حاجه من الاتنين، اما مش هتسال وساعتها هتخسر الشغل بتاعك، اما هتسال مضطر وساعتها هتبقى صغير قوي. فاسال في الوقت اللي انت الكل بيتمنى اللي انت تسال فيه. تمام. اخر حاجه عايز اقولها لحضراتكم، القمة تتسع للجميع. مصطلح بس أنا عايز أقوله لك، للبعض والله مش للكل. حاول تفيد غيرك على قدر المستطاع. القمة مش راس جبل أو راس هرم زي ما مرسوم، يعني مش راس دبوس أو مسمار لازم واحد بس، لا، القمة أرض منبسطة، بل بالعكس، طول ما أنت بتساعد الناس تعلى معاك عمرك ما هتقع صدقني. لكن لو انت كل واحد يجي يطلع معاك للقمة تزقه بحيث تبقى انت اللي على القمة، سهل اوي هتقع، ويوم ما تقع هتلاقي 1000 واحد يزقك. تمام. فحاول بقدر المستطاع تساعد. الشخصيات بتتغير، والشخصيات كله يعني الشخصية اللي هتعرفها بجد، تعرف فلان اعرفه، طب اتعاملت معاه في المشروع، لا يبقى متعرفوش. نفس الكلام، هي زي العشرة بالظبط. فحاول لو في جزء، وكلنا بيبقى فينا جزء صغير من حاجة زي كده، حاول تفيد غيرك، حاول المعلومة اللي تاخدها تنشرها. تمام. تاني حاجة، أوصيك بالكود خيرا. الكود ده عارف انت كده تقمص دور الموظف، الكود ده يبقى معاك كده في ايدك، رايح جاي نايم صاحي في الحمام بتخرج بتعمل اي حاجة، الكود معاك، والكود وقلم رصاص. الكود بتاع ايه؟ والله انت لو خرسانه كود الخرسانه، لو اساسات انت في كتب زي دكتور عبد الفتاح القصبي، زي يعني دكتور عبد الفتاح القصبي، كتاب دكتور عبد الفتاح القصبي من اهم الكتب بالنسبه لي في الاساسات، الكتاب ده يبقى معاك ليل ونهار، وكل واحد والمرجع اللي بيفضله. والله الكود لو انت شغال ستيل، الكود بتاع الاشتراطات بتاع الكود المصري في تصميم بسم الله تصميم شبكات المياه والصرف، ده 3 ابواب في الكود، يبقى معاك الكود ده. فالكود هو النبراس بتاعك في الماده اللي انت مختارها، مش كود معناه كود الخرسانه بس، لا، الماده بتاعتك لازم الكود ده تحفظه، عشان ده لما تيجي يوم المناقشه انت لازم تبقى حافظ حاجات فيه، ولازم تبقى عارف حاجات هتبقى معاك تفتح تقول اه ده من الكود بناء على كذا في كذا. تمام. تالت حاجه، اخراج اللوحات. بص بقى يا حبيبي، دي اخر حاجه هوصيك بيها، طبعا ده غير الكود وغير اللي انت لازم تبقى صدرك رحب وتتخانق مع زمالك، هتخانق مع زمالك بس تتخانق بالراحة، يعني يوم ما لا بيتكسر ما تزعلش، اعمل حسابك في لاب تاني. اخراج اللوحات ده من اهم الحاجات اللي لازم تخرج منها وانت مهندس. بص يا باشمهندس، مشروع مساحة، مشروع اساسات، مشروع ستيل، مشروع طرق، مشروع كباري، مشروع شبكات ماء وصرف، طبعا خرسانة رقم واحد، ترميم، اي مشروع، اي مشروع الا ممكن استثني مثلا الاداره شويه، بس لازم تبقى عندك خلفيه الماتيريال مثلا، لا لازم تعرف تخرج لوحه، صدقني لازم تعرف تخرج لوحه. الدكتور اللي يشتغل معاك في اللوحه ده دكتور رقم واحد، ولو حسيت منهجية الدكتور اللي معاك وهو أضرب طبعا، بس حسيت بمنهجية الدكتور اللي معاك اللي هو بيتكلم الكلام النظري أكتر، لا لا، مش هتقول لا وصبع يا دكتور، لا، بس بحنكة وبخبرة تقدر تقول طب يا دكتور بجانب الكلام ده أنت اللي تعمل لوحة، يعني ما تجيش تقول الحمد لله الدكتور ما طلبش لوحة، لا، افرح اللي الدكتور يطلب لوحة ويقول لك إيه نود وإيه وان وإيه تو، لوحة كبيرة، وافرح اكتر اما الدكتور يزعق لك، صدقني هو افرح اكتر اما يقطع اللوح في وشك ما فيهاش اي مشاكل، هو ما بيقطعهاش، هو انت مش بيكرهك، هو بيقطع وعايز يعلمك. تمام. فافرح اما الدكتور يطلب منك لوحات وعدد من اللوحات، ويغلط لك اللوحه دي ويشرد لك اللوحه دي ويشتم ويعلي صوته، بيعلم صدقني، هو بيعلم. لكن الدكتور اللي يبعد عن اخراج اللوحات ويقعد يتكلم نظري ويعملوا كذا ويعملوا كذا، لا، دايما
ويفضل المانوال في الديزاين رقم واحد، ثم طبعا البرامج ده أساسي، بس المانوال بنسبة 60% والديزاين بنسبة 40%. اللوحات لازم تعرف تخرج لوحات، حتى لو اتعاملت أو الدكتور المشرف بتاعك ما كانش مهتم باللوحات قوي، اعمل لوحات عادي بعد ما يخلص شرح. ايه، اقول له يا دكتور انا عملت مثلا اخراج لوحه فلانيه ولوحه فلانيه، حضرتك خد شوفها ودي الدكتور له، حتى لو فيها اخطاء الدنيا هيصلح لك فيها. تمام، اتمنى في الفيديو ده اكون بعيدا عن الهزار اللي في الاول، بس اللي انا كنت بقول لك صدقني مهما كنت مذاكر، مهما كنت جاهز، مهما انت هتضغط في الوقت ده. فالضغط بمتعه، الضغط بمتعه، الضغط بفهم. ال4 شهور دول هما اللي هيخلوك، لو مش مهندس، لو انت مهندس مش فاهم، هيخلوك تتحط على التراك او على الطريق الصح. تمام، فاستغلهم افضل استغلال. حاول تقرا في تثقف نفسك في الكود في التخصص بتاعك، حاول تقرا، حاول تتعلم اخراج لوحات، ما تقولش انا اتعلمت وما اتعلمتش. شوف الكلام ده خلاص، المشروع هو الاساس. انت دخلت مشروع، انا دلوقتي متاخر اللي اقول لك ازاي تختار مشروع والكلام ده، انت دخلت مشروع، طب الهدف ايه؟ امتياز، وما دون ذلك انت السبب فيه. دخلت، لو دخلت من اول خرسانة مرورا بكل المشاريع، اي مشروع انت دخلته خلاص مفيش بقى لا ده انا ما كنتش عايز ده، مفيش الكلام ده. في الاول وفي الاخر هو بيتكتب في شهادة التخرج تقدير مشروع التخرج، ما بيتكتبش جنبه نوع المشروع، تقدير المشروع كذا. ففي اي شغل او اي انترفيو بيتبص على مع التقدير التراكمي تقدير المشروع، لو تقدير المشروع امتياز ده بيديك كفاءة ونسبة أعلى اللي أنت تتعين. فتموت نفسك في ال4 شهور إن شاء الله دول علشان ربنا يكرمك بامتياز المشروع. أتمنى أكون أفدتكم في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.